عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية عبر تقنية الاتصال المرئي، وأجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحفي، إضافة إلى بحث مستجدات قطاع الإعلام والإعلام الرقمي وسبل تطويرهما لتعزيز الإعلام ولمواكبة التطور الإعلامي في المجال الصحفي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.